العود، العود هو شجرة الصليب الذي رفع عليه السيد، مات بالجسد عليه ولكنه كإله داس الموت. الموت كان موت آدم نتيجة الخطيئة والعقاب الذي حصل عليه، أما الموت الآن فهو موت المسيح على الصليب. الصليب هو حافظ كل الدنيا وكل المسكونة، الصليب هو عزة المؤمنين، الصليب هو خلاص المؤمنين، الصليب هو جرح الشياطين والآلسة، الصليب هو فرح الملائكة. قد ما نعطي صفات وقد ما نتكلم بكلام بشري، ما في كلام بشري بيعبر عن هذا السر، السر العظيم، لأن السيد رفع على العود، على عود الصليب، ولكنه حقق سر الفداء العظيم، حيث عندما رفع عليه مات بالجسد ولكنه كإله وسيد كسر أبواب الجحيم وحطم الموت وحطم قوة إبليس وقام ناهضا من بين الأموات.